راس مالي هو انا، انا والافكار ديالي. سيقاس لان هذه مهمه بزاف. وهذا لو كابيتال الماتيريال. الماتيريال زائد الامل، الامل يعني خصكم مصيبه الاصرار، يعني تصرفوا شويه على هذا النجاح. اخر قال يعاود راس ما يعني ما يطرش عليكم يعني غير خفيف غير خفيف وهذه، ولكن دابا الحمد لله كلشي غادي، كلشي غادي مزيان. من بعد مشيت لزانكيباتور اللي عندنا، كان عندنا انكيباتور ديال ريزون اونتربرون سيكسيون ديال خريبكا، هي اول حاجه هي مشيت عنده. مي يعني ضيعت واحد 6 موا. من بعد دخلت سي صبري اللي هو مونبر في ريزون اونتربرون سيكسيون ديال مراكش، وكنا من بين الدفعه الاولى ديال لا سي سي جي. يلاه كان الاستعال بروغرام ديال انوف ستار. You know,